مفيش بعد كده يعني، على اللي بعده على طول في ألبوم أرسنك. كارما تعالى. ما هو اللي حصل في الحلقة بتاعت ألبوم أرسنك بتاع كارما ده مش طبيعي، مش طبيعي أقسم بالله. تمام، فاحنا نخش بقى كده ايه ونقفش حاجة تانية كده من الألبوم برضو عشان نديله حقه. وبما ان البشرية مجمعة على الموضوع ده فأنا متفائل صراحة يعني. فنخش ونقفش دون. تمام، أرسنك دون، واللي على الانتاج برضو تي سموك. يعني واضح ان تي سموك قافش الالبوم من اوله لاخره، فده شغل عالي الصراحة. انا متفائل، خلينا نخش ونسمع على طول. تمام تمام، معلش بس ايه نجيب الليركس بتاعتنا. الليركس بتاعتنا الجميلة موجودة. تمام، نخش نخش يلا. مساء الفل. مش هحرمكم من حاجة، بعون الله السنة دي بالذات هيبقى فيها وضع مختلف، فأي حد نفسه في أي حاجة يقول ما يتكسفش. تمام، وهحاول أطلع لكم قريب لايف. تمام، ونكسف برضو من القصة دي. جميل، برضو موضوع اللايف ده مهم. ماشي يا عم أرسنك، جاهز؟ ظبط الدنيا يا عم تي، نبدأ. خش يلا خش. يخرب بيت الفجر بتاع البيت من قبل ما أرسنك يبدأ يخش. صباح المستوى العالي، ايه الانتاج ده؟ الراجل ده فين؟ الراجل ده فين ومحدش بيشتغل معاه ليه؟ بجد ايه البرودكشن العالي ده؟ بجد ريسبكت برو، عاش فتاتي. ايه ده؟ يعني اقوى تقديمة للأولد سكول وتعريف الهيب هوب للناس. جامد. انا كل ده لسه ما سمعتش أرسنك داخل وهيعمل ايه. ده الانتاج بس. لا تسمعها تاني بقى، تسمعها تاني مع دخلة أرسنك. خش يابا. فجر يا جدعان، ايه التراك ده؟ هو ازاي التراك ده انا ما سمعتش عنه قبل كده؟ ازاي التراك ده لغاية دلوقتي من 6 شهور جايب 28,000 فيوز بس؟ ايه الدفنة دي؟ الالبوم ده ازاي؟ انت ازاي؟ ايه يا عم أرسنك؟ ايه يا معلم؟ انت راضي عن الكلام ده؟ ايه المستوى بتاع التراكات ده؟ وازاي التراكات دي مش واخدة حقها؟ المستوى فاجر في كله من قبل ما اخش. مستوى الانتاج بتاع تي سموك عالمي، مستوى الميكس والمصر بتاع البيت عالمي، رغم ان هو تحسه اعلى من الفوكال بتاع أرسنك، وده مش مستحب ولكن في العالي. مستوى أرسنك على البيت فشيخ، مستوى الكلمات عالمي. انا لسه ما شفتش ايه اللي اتقال. بس ايه ده؟ تعالى تعالى، يعني ده باتلينج بس في المستوى الاخر. تعالى نشوف ايه اللي بيتقال. بيقولك ايه؟ بيقولك ده عنده قصص، ده ماهر، ده صوته جاحد، عندي 3 قول في 1 وانت يا دوب ملاحق،
بس دول سلاحف بيمثلوا انهم مش بيراقبونا وفي الواقع معايشينهم في دور مباحث. ايه مستوى الرصد؟ افهم ايه السلاسل اللي في الكتابة وبالتالي في القول وفي الفلو. ايه ده جامد؟ ده عنده قصص، ده ماهر، ده صوته جاحد، عندي تلاتة قول في واحد وانت يا دوب ملاحق. بس دول سلاحف. بص سلاحف على ملاحق على جاحد على واحد. وبص البار ده متقال ازاي، بيقولك بيمثلوا انهم مش بيراقبونا وفي الواقع معايشينهم في دور مباحث. لونج بار مفيش كده. خد الاربعة اللي بعدهم. بص بيقولك ايه، بص بيقولك ايه عشان اتصدمت لما شفت البار دلوقتي. اتصدمت بيقولك اخر البيف بكون نكت الخصم زي الفون والشاحن. مفيش كده، مفيش دبل مين كده. معنى عادي تمام، واحد لمؤاخذة بيكونكت الخصم زي الفون والشاحن تمام لما بتيجي بتشحن. جميل. والمعنى التاني مش هينفع نشرحه، بس لك ان تتخيل هو خد كلمة كونكت وفصلها وفلقها من تحت كده ولا مؤاخذة وعمل فيها ايه باللغة العربية. فانت عندك معنى انجليزي تمام جميل ولطيف وعادي، ومعنى بلغة الضاد بتاعتنا تمام اللي هو مش كويس. قالك اخر البيف بكونكت الخصم زي الفون والشاحن، يتصفى اما اسحب الاصفر من جلدك اسيب لونه شاحب. ودي غالبا ليها معنى علمي. المعنى الاول اللي ممكن يجي في دماغك ان هو لما يسحب الاصفر ممكن ده يبقى رايح على الدهون ولا مؤاخذة، يعني لما يسحب الدهون من جسمك او من جلدك هيسيب لونك شاحب تمام. ده اول معنى سهل ممكن يجي في دماغك. لكن المعنى التاني بقى اللي ليه علاقة بتخصص أرسنك بما ان هو صيدلي، بيقولك يحدث اصفرار للجلد بشكل شائع في حالة اسمها اليرقان، واللي بتحصل لما بيبقى فيه مستوى عالي في البيليروبين في الدم. والبيليروبين ده المفروض مركب لونه أصفر بيتشكل لما يتحلل خلايا الدم الحمراء، الخلايا القديمة او التالفة. فبيعرف تراكم البيليروبين ده باسم فرط البيليروبين في الدم، فبيسبب صفار في الجلد وبياض في العين. فلك ان تتخيل كل اللي انا قلته ده هو لخصه في بار ولزقه في الخصم بتاعه. قالك يتصفى اما اسحب الاصفر من جلده اسيب لونه شاحب. يخرب بيت الفجر. بعد كده قالك افاعي دولتك يا زو اجتاحد، ريسبكتد من الجنوب لولاد البحر والموج في الساحل. مفيش كده اقسم بالله. ارسنك على المستوى وبيعمل شغل عالمي. انا مبسوط الصراحة يعني، وبشكر للناس على الريكومنديشن ده من قبل ما اكمل التراك. انا بتكلم على الالبوم يعني، هل هو بنفس المستوى؟ هنشوف. احنا قلنا ان احنا هنكمله بس على فترات. كمل يا نجم قول. وبعدين طيب اقسم بالله ما عايز اوقف، احنا ممكن نسمع التراك لاخره وبعد كده نتكلم بقى مع بعض. انا شايف كده. ايه المستوى ده يا ابني؟ ايه ده؟ ده التراك قرب يخلص، انا مش عايزه يخلص. ايه السلاسة دي؟ وكمان السويتش في اللغة فاجر. بيقولك وجودي في عوق اخوك دون في ملعب لعيبة دون المستوى. عندي تعليق على دون، بس ايه المفروض اخوك دون؟ المفروض زي الحاج كريستيانو رونالدو كده تمام. رحت النصر مبسوط هايل هايل تمام. فعندي تعليق بس على النطق بتاع الدون تمام. انت قايل لك اخوك دون، دون دي عندنا في العربي يعني قليل الاصل تمام. فانت ما ينفعش تقول دون، اللي هي المفروض بتتقال عندنا دون شيء تمام او بدون شيء. فمعلش دي فلتت، بس عادي عادي باللي انت عامله ده المفروض ما نشوفهاش. المهم قالك وجودي في عوق اخوك دون في ملعب لعبته دون المستوى. التانية يتقال فيها دون المستوى فاهم، بس يخرب بيت الرايم. هنا دون اللي هو رونالدو تمام اللي هو لعيب يعني، ودون دون المستوى. وبص بقى سحبة الرايم بتاعت المستوى.
قالك دون المستوى سوق المحتوى زاد عشان مفيش في السوق ده محتوى، احنا ملوك المحتوى بحنجرة تجيب فلوس من الهوا. اقسم بالله مفيش كده. بعد كده راح ساحب بقى على الانجليش، قالك like a magnet I got bad bitches and heat. يعني مش حاجة يعني نفتخر بيها خالص يعني يا عم ارسنت، تمام؟ بس نركز في الرايم، ركز في الرايم. Like a magnet I got bad bitches and heat I be acting. عندك acting على magnet. بعد كده قالك وبنفس الدماغ نشرف على الديلز، الديلز على heat. بعدها I'm a rap king مش بهلوان بشتل على البيتس. ويمادن إن كنت عيان اكشف أشقيق. خربت الجمدان براط على المستوى. مفيش كده يعني، مش عارف ده ايه، ده ايه، ايه ده. كمل. عظمة ومدفونة. قول يخرب بيت دي ستوبايا. ايه التوقيفة دي؟ ايه شدة الهاند بريك اللي قبل الرايم ده؟ طب في تمكن كده فاجر. ده غير تي سموك واللي عامله ورا في الانتاج، قالك القرش مر شوف مين سرق شوف مين اللي قلع ليه. بس للأسف مش هتلاقي في ايدي قيود المجتمع دي، وطبعا مش محتاجة، تمام؟ في كتير لمؤاخذة بيقلعوا للمال. فهو بيقولك ان هو ايه ما عندوش السيطرة الكافية ان هو يتحكم في المجتمع ده، فاجر. بعد كده قالك زون مصدي مفيش غير اخوك اللي لمع فيه وبدع فيه تحترم مجرد ما تقول انك تبع عي. طب ايه وبعدين؟ طيب نروح فين بقى؟ نروح فين من القوة دي؟ ايه ده؟ انا نفسي مبسوط وانا بقول البراط بجد. بعد كده عمل شاوت اوت لتي سموك وقال لك الحان المظبوط ابن الجدع تي. بص مكمل الرايم بتاع قلع لي والمجتمع دي ولمع فيه وبدع فيه وانك تبع عي مع تي. ولسه مكمل قال لك موسم الهلع غزة البلد اخوك اللي تسمع فيه اللي قالوا احنا فوق ما عدوش على سمع عي سين الجبر خاطر الفان المغزول اللي اتخدع فيك. لا تعليق، اقسم بالله لا تعليق. وبمناسبة الرايم يعني كمل كمل كمل، انا ليا معاك حساب ان التراك ده ما ياخدش حقه. قول نتكلم بجد. انا راضي ذمتك، ده تراك يدفن؟ ده تراك يدفن الدفنه دي؟ ايه مستوى البراد دي؟ يعني ايه مش انا الرابر المؤقت سينك فنان مفضل لفنانك المفضل؟ لو الفانز بتحب فنان معين، الفنان المعين اللي الفانز بتحبه هو بيتابع وبيسمع ارسنك، فهو الرابر المفضل لفنانهم المفضل. مفيش وصف كده، جامد فشخ. بعد كده قالك في الكار ده المقارنة ما بين استحالة من النهاردة، دول غلابة الغاب اسهل من الغزالة في المطاردة. ايه ده؟ ايه التكوين ده؟ وعايزك تلقط معايا الرايمز، مؤقت مفضل المفضل المقارنة النهاردة المطاردة. مفيش كده. بعد كده قفل وقالك بعمل من الغجر فقرات، صوتي حرب ورططا مطر طلقات، هيجيلهم رزقهم لما اكسر عين كبيرهم وسطهم، نفر منهم يجي على السكة القطر يشيلهم كلهم. مفيش كده اقسم بالله، من التراكات اللي هتبقى على الريبيت عندي في العربية. جامد
ازاي ده ما يتعملش فيديو كليب؟ تعالى، ما هو مش شراعة بس اللي هلبسه في الموضوع ده. لا، ازاي ده يا بيه ما يتعملش فيديو كليب؟ وانت فين فيديو كليباتك اصلا؟ انا ما بشوفكش غير مع فريدم ميوزك، غير مع مش عارف مين، يعني من الاخر لازم اشوفك مع حد. بس مقل في انتاجك، مقل في الفيديو كليبس بتاعتك، مقل في ان انت ما تديش البوم زي ده حقه وتنزله عندك اصلا. انت عارف ان الريتش عندك اعلى، يعني مع احترامنا لراكا ستوديو وعم هيما وعم تي سموك، بس الحاجة دي لازم تطلع بروموشن يا باشا. هي بقت ماشية كده الايام دي، فالبوم زي كارما ده ازاي ما يتعملوش بروموشن وفيديو كليبس؟ ده انت المفروض تصور كله. ايه ده؟ مستوى عالي. هحاول ان انا اكمل وانتظم على تكملة الالبوم، بس عشان في حاجات تانية برضو لازم نبص عليها. تمام، عندك اخونا راعي برضو عامل فيديو كليب، انا سامع، فاهم؟ فده موضوع في حد ذاته يعني، فاهم؟ فلنا لقاء في اللي بعده. اللي بعده يا ابني، اللي بعده حبيب قلبي.